بعد بث الشروق لحالاتهم المزرية، سارعت إحدى الطبيبات المؤسسات لمبادرة ألو طبيب لزيارتهم، وذلك من أجل تقديم الفحص الطبي للطفل المريض الذي تم حمله على أكتاف والديه، في مشاهد تجسد مدى المعاناة الحقيقية الممتدة على مسافة كيلومترات بين سماء مطرة وأرض موحالة زلقة. من بعد اللي شفنا الفيديو في قناة الشروق وشفنا معاينة تاع الطفل المريض ما طاكش مابا يوصل عند الطبيب، قررنا أن نجحنا نشوفوه. كي جينا به نعينوه ما قدرناش مابا نوصلوا للبيت لأنه بعيد بثلاثة كيلومتر على الأقدام، وما كان حتى طريق ولا لوطو توصلنا لتما، حتى أنه اضطروا أن الوالدين تاعو يجيبوه من هذاك الدار يتمشوا كاع هذيك ثلاثة كيلومتر به واحد هنايا في سبيل الله يعطينا دار به نشوفوا فيها. الطفل كان في حالة والأم تاعو يعني، وجسبر ان شاء الله السلطات تشوف فيهم وتسقم لهم الطريق باه يطيقوا يوصلوا للاطباء. مرض عليا وجبته في القرص وجبته على ظهري. واقع لم يتغير منذ سنوات رغم عديد الشكاوى والاصوات المرفوعه، فلا ماء ولا كهرباء ولا سكنات. البلاصه اللي انا فيها ما تقدرش تنقل، كي تحشتها ما تقدرش تنقل باش تجي من ثم لهنايا 2 كيلومتر بزاف. وذاك نهار مرضنا في الليل جبنا على 10:30 تاع الليل، جبنا نتمشاو ابي، زاد مرضنا الصباح ثاني جبناه انه طيح علينا الشتاء، ما كان لا كهرباء لا سكن لا ما لا مكان ولا حتى حاجه تما. فحال هؤلاء لا يختلف كثيرا، حال لخصته اقدامهم الحافيه وملابسهم الباليه التي شربت وارتوت منها الطين مع كل سقوط. كي مرض المريض نجيبو على ظهري والقرصان نطيح ونوضبي حتى نوصله للمنجور، المنجور مني قريب 3 كيلومتر، انا مقبونه بزاف كاع، ونطلب من ربي ومن الرايس يعطيني الضوء يعطيني الطريق ويعطينا الضوء. وقت المشتى نروح كيما هاك هاني ندير فيه لبره، هاني نديرها نروح نتمشى نتحكز على مطرق باه نروح ندير ديك ليبيره ونجي. كم هو جميل أن تعمم مثل هذه المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تقديم المساعدات الطبية للمعوزين، بينما الأجمل أن يدير المسؤولين المحليين بوصلتهم باتجاه هؤلاء، فكل صرخة سقطت عليها يسألون.